أهلا بكم من جديد. رحب رئيس نظام بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق بانضمام الجانب الإيراني إلى الاجتماع الرباعي في موسكو والذي يضم كلا من تركيا وروسيا وإيران، فضلا عن النظام. وقال الأسد بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام إنه يجب أن يكون هنالك تحضير جيد لهذا الاجتماع يستند إلى أجندة وعناوين ومخرجات محددة وواضحة. أجواء ضبابية ما زالت تغيم على ملف التطبيع بين نظام الأسد وأنقرة مع دخول طهران على خط المساعي الروسية لجمع الأسد وأردوغان على طاولة واحدة وتقريب وجهات النظر. يتعقد المشهد وتتشابك الخيوط أكثر مع عودة رأس النظام بشار الأسد إلى فتح الملف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له خلال زيارته إلى دمشق، ضمن رسائل واضحة فتحت الباب على مدى الدور الإيراني في هذا الملف وسعيها لأن تكون أحد محاور جهود التطبيع التي تقودها روسيا. يرفع رئيس النظام سقف الشروط محاولا التهرب من أي مواجهة محتملة إن صح التعبير، مع تأكيده على أن المحادثات مع تركيا يجب أن تكون لها أجندة وعناوين ومخرجات محددة وواضحة، زاعما أن مصالح الشعب السوري هي الأساس في أي خطوات سياسية تنتهجها الدولة وأن نتائج تلك الخطوات يجب أن تحقق مصلحة الشعب السوري وفق مزاعمه. يلعب الطرفان على عامل الوقت قبل الانتخابات التركية المرتقبة ويستمر النظام في السباحة عكس التيار الواقع بلا طائل مع سعيه إلى عرقلة أي تفاهمات مع الجانب التركي، وما بين هدوء وتصعيد في المواقف السياسية تضيق الخيارات في المنطقة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة المقبلة. ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا أرحب بضيفي مجددا عبد الوهاب عاصي باحث في مركز جسور للدراسات معنا من غازي عنتاب. أهلا بكم. بداية أبدأ معك دكتور سمير، إذا دخول إيران على خط الاجتماع الرباعي في موسكو، ما الذي يمكن أن يضيفه دخول طهران إلى أو على هذا التقارب بين تركيا وأيضا نظام الأسد؟ صحيح، مساء الخير للجميع. اولا يعني كما تعرفين انت ايضا الموقف الايراني كان منذ البدايه ان تحصل ايران على مقعد لها امام هذه الطاوله الرباعيه، كان في محاوله تركيه روسيه لان يكون الحوار طاوله ثلاثيه مع النظام في دمشق، ويبدو انه ايران استطاعت ان تضغط على اكثر من طرف تلعب اكثر من ورقه للوصول الى هذه النتيجه. الآن نعم إيران أمام الطاولة، لكن في شيء ملفت أنه الحوار كان من المتوقع أن يكون على مستوى وزراء الخارجية كما تعرفين أنت أيضا، الذي حصل هو اجتماع تقني فني جديد على مستوى أو مساعدي أو نواب وزراء الخارجية، يعني في الآن دخول في عملية تطويل المسألة أكثر فأكثر، إطالة الحوار قبل الذهاب إلى قمة على مستوى وزراء الخارجية. لماذا دخلنا في نقاش من هذا النوع؟ هذه نقطة برأيي تستحق أن نتوقف عندها، يعني لم تكتمل العملية بعد كما يبدو، والحوار مستمر على مستوى الدبلوماسيين قبل أن يذهب السياسيين إلى طاولة الحوار. هذا يعني أنه في أكثر من نقطة تناقش في هذا الملف. الآن في نقطة مهمة أيضا، أنه هذه الطاولة كل طرف له هدف من خلالها، لتركيا هدفها، لروسيا أيضا، لإيران، لنظام كذلك. السؤال هو موحد بشكل عام، هل هدف هذه الطاولة هو فتح الطريق بين عملية التقريب بين أنقرة والنظام في دمشق، أم مناقشة الملف السوري بتفاصيل تفتح الأبواب أمام تفعيل خارطة طريق جديدة في التعامل مع ملف الأزمة؟ يعني يبدو لي أنه كما تابعنا أنا وأنت في الساعات الأخيرة من خلال تصريحات بشار الأسد أنه هو يعطي الأولوية لعلاقاته مع أنقرة، ويريد أن يكون هذا الاجتماع يعني
مواده الأساسية نقاشاته الأساسية نعم المصالحة والتطبيع. أيضا النظام وضع شروط يعني صحيح. شديدة يعني من أبرز هذه الشروط انسحاب تركيا من الأراضي السورية. كيف يمكن أن تتعامل تركيا مع ذلك في حال أصر النظام على هذه الشروط، وهل يمكن أن توافق تركيا أصلا عليها؟ صحيح. الآن في نقطة مهمة سأجيب فورا على السؤال. تصريحات بشار الأسد في الساعات الأخيرة كما تابعتي عندما قال أنه نقطة أولى ينبغي أن يكون هناك تحضير جيد لاجتماع موسكو، ينبغي أن يكون هناك جدول أعمال واضح، أجندة واضحة، ينبغي أن يكون هناك مخرجات أيضا محددة لهذا الاجتماع. هذا يعني أنه بشار الأسد يريد أن يذهب إلى هذه الطاولة لبحث العلاقات بين أنقرة ودمشق والوصول إلى تفاهمات ونتائج جديدة. يعني يريد أن يسبق أي حوار نقاش في التعامل مع الملف السوري، أزمة الملف السوري، بأن يسبقها تفاهمات تركية مع دمشق. النقطة الثانية أجيب على السؤال باختصار لن أطيل، أنه ما الذي يريده النظام؟ نعم يريد الانسحاب كما أنا سجلت أيضا، لكنه سيطالب أنقرة بأكثر من مادة إضافية أيضا. سيريد من أنقرة إما وقف تنسيقها مع قوى المعارضة السورية، سيريد من أنقرة مثلا عدم حصول أي تنسيق تركي إسرائيلي في التعامل مع الملف السوري، سيطالب أنقرة مثلا. كل هذه من عندي تحليلات لا أملك أنا مواد موثقة. ربما قد يقول لأنقرة أيضا القيادة السياسية التركية، سنتحدث عن موقف تركيا أو رؤية تركيا من هذا التقارب، لكن دعني نذهب إلى ضيفي سيد عبد الوهاب. في حال أنجز هذا التقارب بالفعل، كيف يمكن أن يكون اليوم موقف المعارضة من هذا التقارب إذا ما تم؟ يعني أهلا بك مرة أخرى وبضيفك. يعني أتصور أن المعارضة السورية للحظة، سكوت المعارضة السورية عن هذا التقارب هو مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، لأنه شيئا فشيئا سيبعد أكثر المعارضة عن يعني عن حاضنتها الشعبية، وسيقلص من قدرتها على التأثير. وتركيا أتصور هي تحتاج إلى موقف من المعارضة السورية، موقف صريح ومعلن، لكن غياب هذا الموقف يؤثر على حتى على موقف تركيا. بالمناسبة وهذه نقطة مهمة جدا، إذا كنا نتحدث عن موقف تركيا، تركيا لا تريد أن ينتقل الحوار، بتقديري طبعا وفق تصريحات بشار الأسد، لا تريد أن ينتقل الحوار إلى حوار ثنائي مع النظام السوري ومحاولات وساطة روسية ووساطة أخرى إيرانية ووساطة أخرى إيرانية. هي تريد أن يكون هناك حضور للنظام السوري، وطبعا هي قبلت بهذا لأنه ضغط، يعني هو جاء نتيجة ضغط من روسيا أصلا. تريد أن يكون هناك حوار مع، تريد أن يكون النظام السوري موجودا لمناقشة حل وتسوية الملفات التي أصلا كانت عالقة في مسار أستانا أو كانت عالقة في المباحثات الروسية التركية، وهي عديدة، سواء تتعلق بملف اللاجئين أو تتعلق بحركة التجارة والنقل أو تتعلق بملف الإرهاب أو تتعلق بوقف إطلاق النار أو بالعملية السياسية أو غيرها. هذه الملفات أصلا وهذه الأجندة لا يوجد غيرها على الطاولة، سواء بالنسبة لروسيا أو لكل ضمني أستانا وحتى تركيا. لذلك لا تريد تركيا بتقديري أن تنقل الحوار من مساحة نقاش القضايا الخلافية التي لم يتم حلها مع ضامني أستانا إلى نقاش القضايا، هذه القضايا مع النظام السوري كي يحلها النظام السوري، لأن هذا الأمر سيتيح حقيقة للدول الأخرى أي روسيا وإيران مزيدا من التملص والتهرب إزاء مصالح وأولويات تركيا، سواء كانت الأمنية أو كانت أولويات الاستراتيجية. وسيكون النظام السوري أو سيستخدم النظام السوري بالضرورة يعني هذه الملفات أو غيرها كأدوات للضغط ولابتزاز تركيا. وهذا يفترض أن يقابله بالمقابل موقف واضح وصريح من المعارضة السورية يدعم توجهات وسياسات تركيا. أنا أتفق مع ما ذكره الدكتور بأن قد نقل المباحثات إلى من مستوى الخارجية إلى اللجان هو يعني إطالة لهذا المسار، وتصور أن من قام بذلك هو تركيا.
لربما تبريرات عديدة، يعني أهمها أن بالبداية يجب تعريف هذه الطاولة، تعريف هذا الاجتماع ما هو إلى أين سيقود. وأما شروط بشار الأسد حقيقة هذه الشروط وضعها منذ البداية، منذ عندما طرحت روسيا فكرة التقارب مع النظام السوري. الشرط الأول هو قضية خروج القوات التركية، والشرط الآخر هو قضية وقف الدعم على المعارضة السورية. بالمناسبة حتى حينما كانت الاجتماعات تجري في اللجنة الدستورية كان النظام السوري ينقل هذه الشروط نفسها تحت مسمى المبادئ الوطنية، ويصر على أن المعارضة السورية يجب أن تعترف بهذه المبادئ قبل مناقشة المضامين الدستورية، وتحوي المبادئ مجموعة عديدة منها خروج القوات الكي ومنها وقف أي علاقة مع قوة خارجية، ويحدد بالضرورة طبعا القوات التركية أو تركيا. إذن هناك توجه واضح من قبل النظام السوري أو داعمي النظام السوري، وبتقديري هذا التوجه هو إيراني أكثر من أن يكون روسيا. نعم دكتور سمير، تحدثنا قبل قليل عن رؤية تركيا من هذا التقارب في حال تم، خاصة أن الانتخابات اليوم اقتربت وحتى الآن لم ينجز أي شيء على أرض الواقع، يعني مجرد اجتماعات تحصل. ما هي رؤية تركيا اليوم؟ صحيح، يعني طبعا يعني الآن بعد شهرين سنذهب إلى انتخابات، كيف ستناقش حكومة العدالة والتنمية مسار جديد في الملف السوري، وهي الآن أمام هذا الامتحان السياسي الانتخابي في داخل تركيا. رأيي الشخصي إذن هي ستتريث، واحتمال أنه الاجتماع التحضيري الذي سيجري الأسبوع المقبل هدفه ربما إرجاء موعد اجتماع الطاولة الرباعية على مستوى وزراء الخارجية إلى ما بعد الانتخابات التركية، يعني بعد 14 أيار المقبل. لا أعرف إذا كان يعني ربما قد تتقبل أنقرة بعقد قمة ثلاثية على مستوى وزراء الخارجية، لكن لن يكون هناك نقاش في العمق أو في تفاصيل المسائل إذا حدث هذا الاجتماع. في نقطة أيضا مهمة في السؤال، أنه هذه الطاولة التي نتحدث عنها الطاولة الرباعية الجديدة، هل هي بديل عن الأستانة وسوتشي أم لا؟ يعني لماذا هذه الطاولة؟ إذا كان هدفها المصالحة أو التقريب بين أنقرة ودمشق، فهذه نقطة برأيي أنا لن ترضي أنقرة، لأنه أنقرة عندما تذهب إلى نقاش من هذا النوع مع دمشق، هي بدأت الحوار الاستكشافي كما تذكرين على مستوى القيادات الاستخبارات في الجانبين، لكن الآن إذا كان يعني هذه الطاولة هدفها الأساسي أو الوحيد هو التقريب بين أنقرة ودمشق، فهذه برأيي لن تقبل بها أنقرة. لماذا؟ لأنه لها أكثر من حليف، أكثر من شريك، أكثر من علاقة في أكثر من ملف مرتبط بسوريا، ولا أظن أنه ستذهب وراء خيار من هذا النوع بطريقة منفردة بهذا الشكل. بالنسبة لتركيا باختصار، عندها أولويات أيضا في الملف السوري، يعني طالما أن النظام يتحدث عن أجندة وعن عناوين وعن مخرجات، أظن أنه أنقرة أيضا ستذهب إلى هذه الطاولة وتحمل معها الكثير من المواقف والمطالب التي تصر عليها في التعامل مع الملف السوري. لذلك رأينا مولود شاوشأولو يتحدث عن احتمال أن تتوسع هذه الطاولة. نعم، من الذي سيجلس كشريك جديد كطرف آخر؟ هذا سيكون مرتبط برأيي بنتائج اجتماعات التحضيرية وربما اجتماع القمة الثلاثية المنتخب. شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الدكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا الشكر لضيفي من غازي عنتاب عبد الوهاب عاصي باحث في مركز جسور للدراسات، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده لمناقشة محورنا الثالث، ابقوا معنا.